الله مشاهدينا الكرام، طبعا شكرا لرانيا الموسوي على هذا التقرير. طبعا تعليقي على هذا التقرير هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة الزهراء عليه السلام عندما تحدثنا فيه بالبداية في فقرة فائدة، وهي فاطمة: إن نساء أمتي يبكون على نساء أهل بيتي، ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي، ويجددون العزاء جيلا بعد جيل في كل سنة. إذن هذا كان هو أكيد تعليق على هذه المجالس التي تقام اليوم في بلاد المهجر، وكيف ما شاء الله توارثوها اليوم يعني جيل بعد جيل في كل سنة. يعني عندما قالت إحدى الخوات المؤمنات يعني هم بعد كل سنة يجددون هذا العزاء والمصاب لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وبكت. يعني هذا أن دل على شيء يدل اليوم على حبهم وإيمانهم الراسخ العفو في قلوبهم. يعني وأيضا تحدثت إحدى المؤمنات تقول: إحياء لقلوبنا، يعني عندما نحيي اليوم ذكرى واقعة الطف كأنما نحيي ونجلي قلوبنا. يعني جميل جدا أن تكون هذه الثقافة حتى يعني في بلاد المهجر، وهذا السبب الكبير اليوم نهاوند. كثير من الناس اليوم التجأوا إلى الدين الإسلامي وبالتحديد إلى المذهب الشيعي من خلال هذه المجالس الحسينية التي تقام في بلاد المهجر. مثل ما قالت، كثير من الطوائف اليوم تحضر في هذه المجالس الحسينية. عندما تحضر وتعرف من هو الإمام الحسين عليه السلام، من هي السيدة العظيمة زينب الكبرى عليه السلام، أكيد راح ينتابهم فت فضول، يذهبون يقرون، يقرؤون عن هذه الشخصيات العظيمة. عندما يقرؤون هذه الشخصيات العظيمة ويدرسوها راح تكون في بالهم، فأكيد راح يلتجؤون. وإحنا يعني نشاهد كثير من الناس اليوم أتت إلى العتبة الحسينية المقدسة لغرض اليوم إعلانهم أنهم تشيعوا بمذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لكن إسراء، ما أعرف إذا توافقين بالرأي أنه مسؤوليتهم أعظم من مسؤوليتنا، لأن اليوم إحنا دا نخاطب كمسلمين وكطائفة هي موالية ومحبة لأهل البيت. لكن يعني الأخوات طبعا اللي ظهروا بالتقرير دا يشيرون أنه من خلال مسيرتهم، من خلال أنه أداء المراسيم الحسينية وأدائهم البعض من يمكن أنه مجالس العزاء أو مجرد أنه مسيرتهم بالطرقات، دا يثير شيء معين في قلوب الآخرين اللي هم ما ينتحلون الدين الإسلامي. طيب هنا شنو الأسلوب وما هو ما هي طريقة إيصال الرسالة الحسينية؟ فهنا مسؤولية جدا عظيمة. يعني حتى على خطيبة المنبر اليوم أكو فرق بين أنه تحضر بين موالين ومسلمين، وطريقة خطابها تختلف عن طريقة خطاب خطيبة المنبر اللي تحضر بدول المهجر ودا تخاطب عقول هي ليست مسلمة. لعله ذكرى إحدى الأخوات. شوفي سيدتي، نوهتي على موضوعة جدا مهمة وهي موضوعة الأسلوب. كثير اليوم من المجالس الحسينية النسوية التي تقام يجب أن تكون صاحبة المنبر الحسيني اللي تعتلي هذا المنبر الحسيني يكون عندها أسلوب تستطيع من خلال هذا الأسلوب أن تخاطب جميع العقول الموجودة في هذا المجلس، سواء كانت طفلة، سواء كانت امرأة، سواء كانت شابة. يعني احنا مثل ما نعرف اليوم الشابات أو الأطفال عندما يذهبون إلى هذا المجلس الحسيني، جائز هي شابة يعجبها مثلا، أنا ما أقول مثلا تأخذ زينة، أو يعجبها تلبس في الثوب جميل أو يلفت الانتباه. بعض القارئات وبعض اللي تأتي لهذا المنبر الحسيني يكون أسلوبها خشن مع هذه الفتاة، جائز هذه الفتاة تكون عندها صدمة حتى لا تحضر، بعد ما تحضر هذا المجلس الحسيني. اليوم أنا أعرف هاي غلطانة، يعني يجب أن لا تلبس هذا اللبس في هذا المجلس وهو مجلس فاطمة الزهراء. لكن اليوم أنا بأسلوبي بطريقتي، إحنا دائما نقول بين كسب القلوب وكسر القلوب خيط رفيع اسمه أسلوب. يجب أن يكون أسلوبي اليوم يتفق مع عقلية هذه الشابة أو المراهقة أو الطفلة. يجب أن اليوم أبينها بطريقة سلسة، بطريقة جميلة. هي اليوم وين حاضرة؟ تواسي من؟ تعزي من؟ تعزي فاطمة الزهراء. ويجب أن يكون حديثي بينها، يعني بيني وبينها حديث خاص، لا
مثلا امام المجلس فهذه البنت راح تكون لها صدمه بالتالي تنفر طبعا من حضور أحسنتي. المجلس اللي احنا نريد اكثر نقتبس اكثر شابات نعم. نجذب اكثر خاصة اليوم المراهقين والمراهقات يجب أن يحضرون هذه المجالس الحسينية لكن يجب أن نعرف كيف نخاطب عقولهم أحسنتم طبعا هذا يعتمد إسراء على مسألة أنه امتلاك الخطيب اليوم للأدوات اللي راح يستخدمها صح. طبعا بالأسلوب صح. ذكرت مسألة أنه أحيانا المجلس الحسيني يحضروا أطفال شباب قد يكون فتيات أو كبار بالسن فهنا الخطيب الحسيني البارع راح يراعي كل هاي الفروق الفردية صحيح. وراح يرتقي إلى مستوى أنه بالأسلوب اللي يناسب كل يعني الجالسين مو كلهم عندهم ثقافة حسينية عالية حتى أنه كبار السن أحيانا صحيح. حتى أنه النساء البالغات مستوى الثقافة مو الكل أنه يساوي فأكيد أنه على الخطيب أنه تراعي هذه المسألة أحسنتي الله يبارك نعم. بكم إذا هيهات أنسى كربلاء وأنا بذكراها حزين سأظل أذكر كربلاء وأظل أهتف يا حسين أحتاجك أنفاس آيات الحب وقراك بحساس أنا بدونك لا دنيا ولا دين فيك تذوق طعم الحب يا حسين مشاهدين الكرام نجدد لكم العزاء والمصاب مرة أخرى إن شاء الله والآن وصلنا وإياكم طبعا لتتمت ما بدأنا به في فقرة طبعا من وصايا مع سيد إحسان وأيضا أنه التقرير هناك ترابط طبعا في موضوعة جدا مهمة نتمنى أنه الجميع طبعا يراعيها ويهتم بها أجل اهتمام في موسم محرم وصفر ألا وهي مسألة حضور المرأة اليوم للمجالس الحسينية وماذا تنال من هذه المجالس المباركة هذا راح نتوقف عليه أكثر بالتحديد في فقرة حديثنا كلام حول المجالس الحسينية النسوية مشاهدينا الكرام طبعا راح نتوقف أكثر عليه وكيف أنه ممكن أن تكون هذه المجالس مع قارئة العزاء الأخت نور الهدى من جنوب لبنان تكون معنا إن شاء الله عبر الهواء مباشرة أستاذة نور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعظم الله لكم الأجر سمعونا إن شاء الله نعم أعظم الله لكم الأجر ست نور وأهلا وسهلا بكم اليوم إن شاء الله حديثنا عن حضور المرأة للمجالس الحسينية النسوية وكيف يجب هناك شروط أكيد يجب أن تلتزم بها المرأة بحضورها لهذه المجالس بداية ست نور أريد نعرف ما هي الأمور اللي اليوم يجب أن تتوفر في المجلس الحسيني النسوي حتى نستطيع من خلاله تحقيق الهدف من إقامة هذا المجلس بداية أتشكر قناة كربلاء المقدسة على هذه الاستضافة ثانيا قبل أن ندخل في ماذا يجب أن يتوفر على المرأة أو ماذا يجب أن يكون هناك في المجالس الحسينية يجب أن نعرف نحن من هي أول خطيبة حسينية وهي التي تدلنا بعد ذلك على الآثار التي يجب أن نتبعها فلا بد أن نعرف ونتوقف
عند معنى المنبر الحسيني، وهو المنصة الإعلامية الكبرى للثورة الأعظم، وهي ثورة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال في بداية ثورته: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. فنرى أن الإمام الحسين عليه السلام، بداية هذا تمهيد للدخول للإجابة في السؤال الذي طرحتموه إن شاء الله، فالإمام الحسين لو أنه كان قتيلا فقط في كربلاء، ولو أنه قطع على رمضاء نينوى ولم يحدث هناك سبي للسيدة زينب وبنات الإمام الحسين عليهن السلام، هل كانت لتصلنا كربلاء على هذه الحالة التي نحن بها الآن؟ هذا السؤال الأول. إذن السبي في ثورة أبي عبد الله هو صوت إعلامي أراده الإمام الحسين، إذن بذلك تكون أول خطيبة حسينية على منبر أبي عبد الله هي سيدتنا ومولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها، والتي كانت نياق بني أمية هي منبرها الأول. فنرى أنها قسمت مجلس العزاء للذي نحن عليه الآن بين دمعة وبين موعظة، فنراها تارة تدخل إلى المدن بدمعة، وتارة تقف كأبيها أمير المؤمنين ببلاغته وببيانه، وتجسد ما حصل مع الإمام الحسين في كربلاء. هذه الخطيبة القدوة والخطيبة الأولى التي نحن في مسلكها وعلى دربها إن شاء الله. أما بالنسبة للمجالس النسوية، فهناك إيجابيات عديدة تحدثتم عنها في حلقتكم، وهي تزويد المرأة بالحالة الحسينية الإيمانية وجرها نحو الحالة الدينية بعد أن غزتنا الحالات الغربية والإعلام الغربي والتكنولوجيا الغربية. فتشكل مجالس الإمام الحسين النسوية حالة خاصة لاسترجاع الحالة النسائية في مجتمعنا، خاصة في ظل هذا التفكك اليوم. ثانيا، لابد أن تلتفت كل خطيبة إلى بعض الأمور، وهذا على عاتق الحوزات العلمية وعلى عاتق دور تعليم الخطابة الحسينية، أننا فعليا في زمن كل أنثى تمتلك صوت تصعد على منبر أبي عبد الله بدون خلفية علمية أو بدون خلفية حوزوية، ولا أعمم بل أقول البعض. طبعا من ناحية الرجال، الإعلام يسلط الضوء دائما لأن مجالس الرجال مفتوحة، أما مجالس النساء مغلقة، فيجب أن يكون هناك رقيب على الخطيبات وعلى قارئات العزاء لكي يكون ذوات مرتبة علمية ومرتبة دينية، ليكن على تواصل مع هذا المجتمع ومخاطبة المجتمع بكافة فئاته، كما تفضلت، لأننا في مجتمع بين إناث صغيرات وبين الصبيات وبين الكبيرات في السن، فيجب أن يكون هناك علم لمخاطبة هذه الفئات من المجتمع. طيب ست نور، أنه هل هناك بعض من الأمور يجب الابتعاد عنها من خلال طبعاً أنه المجالس الحسينية قد تكون أنه لا تليق بالمجالس الحسينية برأيكم؟ نعم، سمعنا في الفترات الأخيرة أن هناك صيحات تقول تهذيب المجالس وإلى ما هنالك من هذه الصيحات التي سمعناها وتتردد إلى الأذهان. أولاً، المجالس هي أساس التهذيب المجتمعي. هناك بعض الأمور التي تكون من ضمن المعزيات، يعني بعض الأمور تقوم بها المعزيات من نثر الشعور أو اللطم على الصدور، وهذه من مصادق الجزع، ولكن هذا نحن معه، لأنه كما فتاوى المراجع وأغلبية المراجع ليس هناك حرمة شرعية في داخل المجالس النسائية بكافة الإقامات وكافة الأحياءات، ولكن الذي يجب أن نسلط الضوء عليه هو يعني التسريب الإعلامي الذي يحدث من داخل المجالس. فهناك بعض الفتيات تقمن بتسريب الحالات، يعني صوت المرأة وهي تقرأ، يقمن بتصوير النساء وهن يلطمن، وهذه مشاهد لا ترضاها السيدة زينب عليه السلام، خاصة عندما يكون هناك حالات خاصة في المجالس. أما المجالس التي تراعي الرأي العام والتي تراعي الهيئة العامة كما نراها في حالة الرجال، فهذه لابد أن نأخذ منها
مرقطات لتعرض على الرأي العام. بشكل عام ليس هناك أي ممارسات من خلال تجربتي الشخصية في داخل المجالس الحسينية لا تمت إلى الحسين بصلة، إلا بعض الشوائب التي هم الرأي العام يحاول أن يضعها نقطة، وهم لا يعلمون أننا المنبر الأول والأكبر بعد المنصات الإعلامية الذي يدخل إلى بيوت الناس. طيب ست نور، بما أنت حضرتك اليوم قارئة عزاء وبالتحديد يعني في جنوب لبنان، يعني هل من خلال ممارستك لهذا العمل وهذا الدور المهم اليوم لإيصال الرسالة الزينبية والرسالة الحسينية للأجيال اليوم كافة، إذا صادف لقيتي لا سامح الله بعض الأشياء اليوم اللي لا تليق بقدسية المجلس الحسيني، طيب اليوم أنت حضرتك كقارئة عزاء كيف تصدين هذا الشيء؟ يعني جميل جدا أن نعرف لأن موضوع جدا مهم اليوم، كيف نتصدى للأشياء المشينة والغير محببة اللي لا تليق بقدسية المجلس الحسيني؟ طبعا من خلال ممارستي في الحسينيات لهذا الدور المهم والذي يعد هو تعليم للأجيال الصاعدة، أرى أن هناك بعض الهيئات المنظمة لهذه المجالس، هذه المجالس لا تكون عشوائية أصلا، ثم بعد ذلك نرى هناك هيئات منظمة لهذه المجالس، هيئات تكون على رأسها نساء عاملات متدينات يقمن بإرشاد المعزيات في هذه المجالس، فهنا تلقائيا المجالس محصورة، وبالأحرى هناك بعض الأمور التي تكون يعني مكموشة بالعرض الدارج، فلا يمكن التفلت إلا من بعض المجالس الخاصة، ولكن هنا يجب على الخطيبات الحسينيات معرفة الأسلوب، فلا يمكن للخطيبة أن تصعد المنبر وتنهال بالنقد على المعزيات بشكل لا يمت للسيدة زينب بصلة، لأن ذلك سيشكل نفور من المجالس الحسينية، خاصة عند الفتيات من عمر 14 16 17 18 20 سنة، وتلقائيا وبعد هذا الانفلات في اللباس وفي الحشمة، إذا صعدت القارئة وكانت تمتلك أسلوبا مستفزا فهي تشكل نفور لهذه الجماعات ولهذه الفئات. إذا هي يجب أن تثبت تلقائيا الأمور العقائدية السليمة، تثبت الأمور المطلوبة من خلال السيدة زينب وتعلق الناس بهذه الشخصية، فتري الفتيات حشمة السيدة زينب، وتلقائيا بمقارنة الحشمة وبمقابلة الحشمة دور السيدة زينب الفعال، فهي بدورها يجب أن تلقي هذا الانتقاد بشكل لائق وبشكل يليق بالحضور، وإن لم تستطع أو تمتلك هذا الأسلوب على المنبر فبعد المنبر بإمكانها أن تقول للمنظمات وأن تتحدث مع المنظمات من شأن بعض الملاحظات التي تكون فيها. أحسنتم كثيرا. طبعا إن شاء الله يعني ما موجود هذا الأسلوب عند اليوم خطيبات منبرنا، وإذا طبعا موجود هذا الأسلوب نتمنى أنه طبعا يتجنبوه، لأن مشكلة خطرة طبعا راح يسبب لنا هو نفور طبعا بعض من الأشخاص المجالس الحسينية، وهذا يعني عكس المطلوب، لأن إحنا كل اللي يريده أنه جذب الآخرين للتشرف بحضور المجالس الحسينية. ست نور طبعا عرشتم طبعا بين طيات كلامكم أنه أهمية حضور هذه المرأة اليوم للمجالس الحسينية وما هي الثمار اللي تقطفها على الصعيد الشخصي والواقع الاجتماعي من خلال طبعا حضورها. اليوم شنو اللي يتطلب برأيكم طبعا قبيل الحضور للمجلس؟ يعني سواء كانت هي صاحبة العزاء أو خطيبة منبر أو قد يكون هي المتلقية أو حاضرة للمجلس، من قبيل أنه التهيئة المادية يعني اللي يحبون أنه يشرفون من بركات هذا المجلس، أو أحيانا حتى التهيئة العلمية لخطيبة المنبر، التهيئة الروحية اليوم للشخص اللي راح يحضر لهذا مجلس العزاء. نعم بشكل شخصي على صعيد الخطيب التهيئة الروحية هي بالقمة، يعني بخصوص الخطيب أو الخطيبة أو القارئة التهيئة الروحية هي في القمة قبل التهيئة المادية وقبل أي شيء. فبداية أنا قبل كل مجلس، هذه عن تجربة شخصية، ألتفت ناحية كربلاء الحسين أقول السلام عليك يا أبا عبد الله. ثانيا أن يستشعر القارئ بأنه لا يقرأ لنفسه،
ولا يقرأ للناس الذين هم معه، بل هو يقرأ لصاحب العصر والزمان، ويقرأ لشخصية السيدة الزهراء التي تحضر في مجالس أبي عبد الله، فيراعي بذلك الحالة العلمية التي يطرحها، لأنه بين يدي معصومة وفي حضور معصومين، وحاشا لهذا العبد الفقير الذليل بين يدي المعصوم أن يتجرأ ويقول ما هو غير لائق. فبالبداية عليه بالحالة الروحية، وأن يستشعر بحضور الأئمة، فالسيدة الزهراء بالروايات أنها تحضر مجالس أبي عبد الله، حتى الإمام الرضا كان يضرب للنساء بعد ساتر وسمع صوت فقال هذه جدتي فاطمة تحضر في المجالس. سلام الله. فعلى الخطيب أن يكون ملم ببعض الأمور الروحية، أن يعرف أن هذا المجلس مو للشخصيات السياسية الحاضرة ولا للشخصيات الاجتماعية الحاضرة ولا فقط لهذه الفئات العمرية، بل هي مجالس عليها عين صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وسدر زينب سلام الله عليها وعباءة الزهراء تظللها. فبذلك تشوفين أن هذا الأمر تلقائيا سيشعر القارئ بمسؤولية عميقة، فيجهز الموضوع العلمي الذي يريد أن يطرحه والحالة الروائية للعزاء الحسيني الذي يريد أن يشعر به هؤلاء الحاضرين. أما بالنسبة للحضور فهذه الحالة أنا باعتقادي الشخصي من الممكن أن يكون أول من يزرع في الحضور هذه الحالات والعلامات هو الخطيب في أول أيام عاشوراء. فأنا يعني من هنا رسالة أوجهها للخطباء والخطيبات، أن تكون أول أيام عاشوراء هي استحضار للروحية وتعليم الناس أنه قبل الحضور إلى المجلس أن يقمن بأداء مثل ركعتين لصاحب العصر والزمان تعزية، ركعتين نيابة عن صاحب العصر والزمان تعزية، وتلقائيا السلام على أبي عبد الله، تعليمهم أن هذه المجالس هي مجالس حزن وأن هذه الأيام هي أيام جزع، وتسليط الضوء على جزع الأئمة في هذه الأيام التي كنا بها. فهذا دور الخطيب في زرع هذه الخصلة في الناس، فالناس لا تعرف من تلقاء نفسها. شكرا جزيلا. إذن قارئة العزاء الست نور الهدى قعفراني من جنوب لبنان، كل الشكر والتقدير لكم، وجزاكم الله خير الجزاء لما تقدمون من خدمة اليوم خاصة للزينبيات ولبناتنا. شكرا جزيلا. شكرا لكم وشكرا لقناتك. الله يبارك فيكم. طبعا جميل جدا حديث اليوم ست نور الهدى، وبينت اليوم المعطيات والأساسيات لحضور المجالس الحسينية، خاصة اليوم احنا حديثنا نهاون عن المجالس الحسينية النسوية. صحيح كلما تكون شخصية اللي يعتلي المنبر الحسينية تكون شخصيته يجمع بين القوة في الشخصية عند إلقاء المحاضرة الدينية وكذلك ليونة الكلام، كيف اليوم يستطيع أن يخاطب جميع العقول اللي تجلس في هذا المنبر الحسيني، كلما هذا المنبر يستقطب أعداد كثيرة يكون تأثيره أكبر. طبعا قبل لا نختم هذه الفقرة أحب أشير يا إسراء إلى أنه العتبات المقدسة خصوصا العتبة الحسينية المقدسة طلقت في العام الماضي أنه بعض من الدورات في مراكزها دورة أنه الخطيب الفعال، شلون يقدر يكون عنده في التواصل فعال مع الجمهور اللي جالس تحت هذا المنبر. أكو بعض من الأدوات عليه أنه مسألة أنه الإقناع التأثير، لأن خطباء المنابر مثل ما ذكرنا ما يتناولون أنه قضية عاشوراء قضية دينية فقط. صحيح. وإنما قضية عقائدية وقضايا أخرى، فهذا يتطلب من الخطيب اليوم يلم بمهارة الإقناع ومهارة التأثير لجمهوره. أحسنتم، الله يبارك فيكم. إذن مشاهدين الكرام نتواصل وإياكم بباقي فقرات برنامج صباح كربلاء، ما أعرف إذا مخرجنا اليوم ناخذ فد فاصل ثم لنا عودة لتكملة الفقرات.